السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم صحه رمضانكم صحه وطولكم. حنا غادي نعطيكم الطالع دروك تاع غلام لم تصله اي استدعاء من الاتحاديه ولا من المدرب الفريق الوطني الجزائري. هذه التاليه خاطش عليه ناس انا نشوف فيهم في الفيسبوك، ناس كاين ناس في اليوتيوب اللي راهم يقول لك باللي غلام، وكاين ناس في القنوات يقول لك باللي غلام هو دوموندا ما يجيش. راهم يديروا درهم حصلوا في انشيلوتي، قالوا كو تروح غادي انت تاع الاداره واللجنه الطبيه في نابولي تتحمل المسؤوليه تاعك وكلش. حنا شناه باللي كيلعب كونتر انتر ديرني ماتش ماركا بونت ودا احسن لعاب في المقابله. حنا ماناش دروك الا راكم تشوفوا فينا ماناش نشوفوا قولوا لنا، حنا فين عندنا مصادر ناس يعطينا الطالع، ناس اللي محصلين في جم محصلين شفتهم انا في قناه الهدف محصلين. قال لك من 2017 كان كي والو في راسه، راحوا جبدوا لافير تاع قادير 2011 2012 ولا 2013، راحوا جبدوا قال لك باللي كان باغي يروح لمارسي وما بغاش يلعب في الجزائر ويلعب كي والو ويلعب. راحوا شو وين راحوا؟ ولاو راحوا ولاو حتى القادير، ومن بعد ولاو 2017 ولاو يضحكوا عليها تاع لعب كي والو. لي زونتي لي جو لي ديفونسير مونديال وداروا غلطات. قال لك راه حشم، شو كيفاش في قناه الهدف قالت لا راه حشمان من ديك اللقطه تاع تونس. هذيك اش اللقطه تاع تونس؟ باللومي دومي فينال ضيع بيناتي نيجيريا، دومي فينال ضيع بيناتي ماجر كونت مصر لهنا في عنابه كاليفيكاسيون ديرني ماتش دو باراج باش نروحو لكوب دي موند. دار سيليما هنايا ما لعبش كاع، دار سيليما دار سي جاي كلي شغل هو ميور جوار جاي قصر. هذيك علاه ما تجبدوهاش؟ ما جرمي تكبر على ليكيب ناسيونال والصحافه كاع تكذبوا ربي. اي كذبتوا على 45 مليون الشعب الجزائري، ماشي باغي تهضروا الحقيقه باللي ماجر كان مبليسي ما كانش مبليسي ما بغاش يجي ليكيب ناسيونال. هذيك علاه ما تجبدوهاش، جبدوا على غلام تاع راسو تاع التوش. قال لك راه حشمان ما ينجمش، راه حشمان شي راه حشمان هذه نورمال فاش حشمان واك لعب مركوب دافريك لعب ما لعبش. عيطوا له جا قال لهم انا واجد لبلادي، انا راني واجد لبلادي، ما تجوش تكذبوا تقولوا باللي غلام راه رد عليكم وغادي تسمعوا. انا كي نقول لكم غادي تسمعوا الرد غادي تسمعوها، اش نهضريها كامل راسية انا ما نكذبش عليكم. انا كي نقول لكم غادي تسمعوا الرد في هذه السيمانه غادي تسمعوا الرد. انا ما غاديش ندير على بالماضي وما نديش على زاتشي وما نديش على الناس اللي نعرفوهم. زاتشي دارهم يخدموا في الفيسبوك داير، قلت لكم انا قلت لكم راني في 6 اشهر ولا قلت لكم راه داير جيش في الفيسبوك وداير جيش في اليوتيوب. كاين لي ناس قال لك راه علينا شو بير علينا، راني عارف صحابي انايا، راني عارف شكون انايا. كاين بالفوزيل وكاين كاين بن طالب كاين طايدر، هادو مكروهين من طرف زاتشي. انا نقول لكم ونعاود لكم ونتحدى اي واحد، نتحدى اي واحد كان غادي محرز ما كانش غادي يجيبوه. محرزكم ما لعبش دوك دو ماتش ولا ما كانش غادي يجيبوه. ابراهيمي ودار تيست بالماضي، دار تيست، هذه حقيقه راه نهضروا فيها. انا ماني نعاير في حتى واحد، ماني ننتقد في حتى واحد، انا ننتقد السياسه تاع الرداء تاعهم. انا باش تروح تجيب لي قديوله وتجيب لي سليماني وتقول لي الخبره، هذه كاع ما كاش منها. بالفوضيل عنده خبره فانك يطلقوا في الدعايه، قال لك بالفوضيل قال له لونتينر كون ما نلعبش تيتيلر ما نجيش، لازم نجي نلعب تيتيلر. هاك تشوف كيف هارا اندي اداره فاشله ما بغاتش تخدم له كواطو، لعبوها الطماطل ومنا وما كانوا تاكلين على النعيجي. هاك تشوف كيفاش، هاك تشوف وين وصلت. وعندنا خبر فانيكا، عندنا خبر باللي بالماضي مول كوب دافريك غادي يقيس لهم الاستقاله، هو بغى يقيس لهم الاستقاله في هذه السيمانه. الناس كان اللي يضحكوا عليا يقول لك اللاعب كان غادي يقيس لهم الاستقاله في السيمانه،
تدخل الوزير بدوير الجماعه مع بيراف وكلش، خاطش عليها راهم يوقفوا فيها هذا زاتشي ذراع صاروا كي ديك البقره اللي بيت موت ودايرين لها اللوح يوقفوا فيها باللوح، راهم يوقفوا فيه باللوح، راهم يوقفوا فيه باللوح. راك تشوف وين وصلنا، إدارة تضرب على زاتشي، كاع الناس تضرب على زاتشي، الصحافة ساكتة على زاتشي، مين يبغوا يجبدوا يجبدوا الرابطة ما يجبدوش الاتحادية، كل شو الاتحادية خاطيها الرابطة، هو اللي يتحكم. الاتحادية اش تدير؟ تنظم البطولة، تنظيم البطولة ماشي تطوير كرة القدم، يكذب عليك، التطوير من وزارة الشباب والرياضة، دير مدارس دير منا تعطي الأموال لي زيكيب تعطي، ماشي الاتحادية ماشي زاتشي اللي يدير تطوير كرة القدم. زاتشي ينظم البطولة، ينظم كرة القدم، ينظم البطولة تاع كرة القدم، هذا مكان يشرف على التنظيم وعنده الفريق الوطني الجزائري، باش تكونوا على علم، مكاش اللي يجي يكذب عليكم، لازم ما يكذبوش عليكم، أنا كاني نقول لكم كيما هاك، راني نهدر مع الناس اللي راهم يشوفوا فيا ما يكذبوش عليكم، ما يجيش زاتشي يقول لك جينا نطوروا كرة القدم، مكاش التطوير من الوزارة، والتنظيم في الاتحادية، ما يحصلوش غير في الرابطة. انا مانيش ندافع على مدور ولا كاع كيف كيف مدور زاتشي كاع كيف كيف كاع في بوبال وحده وزير رقيس عرفت شو كيفاش كيفاش يطردوا اللعابه كيفاش يطلقوا دعايات في اللعابه ماجر راه في 30 عام ساكتين مكاش اللي بغا يهدر الحقيقه مكاش اللي بغا يهدر الحقيقه ناس اللي بيزات كيما اخر كيما ذاك اشيو اللي كان يخدم مع زاتشي وكان يجيب له القائمه يعطيها له يقول له هذو عيط لهم ومن بعد مي ما بغاش يخلصهم وطردهم قالوا لا احنا رفضنا اللعابه ماشي انت رفضت اللعاب ماشي انت رفضت تكذبش علينا ديك اللحيه لك دايره روح رد الدراهم اللي حقرت اخرى بو فاريك مساكين حقرت بو فاريك انت روح رد غير الدراهم اللي اديتهم لبو فاريك حقرتهم وطيحت بو فاريك تجيش انتم ما تكذبوش عليك قالوا مي ما بغاش يلعب مع ما بغاش يلعب مع ليكيب ناسيونال الاتحاديه ولا الجزائر قالوا نورمالمون يجي ليكيب ناسيونال ما يجيش الاتحاديه يا عمر ما عيطولوش لازم تتفهموا ما عيطولوش يا ما عيطولوش يا اشيو روح انت كيفاش طردوك احكي لنا كيفاش طردوك انت قال لهم انا من عيطوا لي جيت نجري وجيت تجري باش يعرفوك انت كنت منسي انت من 2004 انت منسي وباش يعيطوا لك تيست ها جي تجري عقليه تاع بكري روح جيب اشيو باش صار ما يخافوا روح جيب اشيو روح جيب فلان روح جيب هذه كانت بكري نعقلها هنايا كانت بكري روح رد فلان ورد فلان ورد فلان 6 شهور 7 شهور ما يترينوش يترينوا بالاربعه الجماعه يلعبوا روح رد فلان رد فلان رد فلان وجيبهم يلعبوا هذه كانت كيما انت ليكيب ناسيونال كانت كيما هكا سعدان كان دايره ضرب ميراي كانت في الاحتراف هوتوها درتوها هوات درتوها هوات وين وكا هدر هذاك مدور قال لهم الاحتراف لا لازم نردوها هوات باو يردوها السيستم تاع بكري حنا الفوق ردوها التحت بعد يجوا يكذبوا على ولاد الناس ولا عندي غادي من الغدوه ان شاء الله ولا عندي اتصال مع خو فاني مي راني نقول كيما هكا الناس يعرفوا شاني نهدر كاين بزاف اللي يعرفوا على بالهم مع خو بالماضي ان شاء الله بربي يعطيني كاش تا كاين لا بالماضي بيدير عمليه ولا ماشي بيدير عمليه غادي نهدر ونجيب المعلومه ونعطيها لخوتي لا يدير بيدير العمليه ولا غير كذبه بالماضي خاطش على قلت لك بالماضي بنطالب 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 ماشي بالماضي بنطالب اللي قال لك باللي بيدير عمليه غادي نشوفوا اخويا غادي نشوفوا كونوا رجال وردوا على روحكم ها راه راني كي راني نقول لكم باللي غلام هذه السيمانه غادي يفاجئ الناس غادي يفاجئ الناس عقلوا علاش راني نقول لكم عقلوا واش راني نقول لكم برك هذا مكان خاطش على هذوما قبل خاطش واحد كيما غلام والعائله تاع غلام ما تقبلش واحد يوسخها نعقلوا نهار اللي زاتشي قال نهار اللي بشير قال لهم غلام راه يجي لهنا جاي يلعب هنا في الجزائر في طول المصالح تاع خوتو تاع العائله تاعو راحوا شكاو به وصلوها بعيد لا الناس داروا اكواك بغاو يدخلوها الحبس ولا يبكي بالكوميساريا يبكي بالدموع تا ولا يقول لهم غلام ناس ملاح خاطش غادي يردوا العائلة تاع غلام انا نتواصل معاهم غادي يردوا غادي يبهدلوا هذا بالماضي ويبهدلوا زاتشي بلي ما تكذبش بلي نتوما ما عيطولوش خاطش غلام راه فيه ثلاث ايام ولا دار رسالة في الانستغرام عنده دارها
قال لهم بلي نجي نلعب بكرة واحد، انا قابل نلعب بكرة واحد، كذبوش عليا. اما لا قارعوا الرد العنيف من عند العائله تاع غلام، قارعوا لها برد.